إذا رزقت الرجل بمولود ذكرا كان أو أنثى فماذا يجب عليه أن يفعل ابتداء من العقيقة جزاكم الله خيرا. من رزق بمولود فإن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه، فالواجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا يشرع له أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقيم الصلاة بأذنه اليسرى، هذا مستحب وليس بواجب، لأن هذا فيه فائدة للمولود، كون أول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى ويكون أول ما يدخل أذنه ذكر الله سبحانه وتعالى فيه فائدة للمولود، هذا مستحب إذا تيسر. وكذلك يشرع لوالد الطفل أن يختار له الاسم الطيب، أن يسميه باسم حسن ويتجنب الأسماء السيئة، فإن هذا من حق المولود على والده. وكذلك مما يستحب له ويتأكد في حق الوالد أن يعق عنه، يعني يذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاتا واحدة في يوم تابعه أو بعد ذلك من الأيام، ويفعل بالعقيقة مثل ما يفعل بالأضحية، لأن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا لجيرانه وأصدقائه، وأن يتصدق بالثلث أيضا يجعلها أثلاثا، ثلثا يأكله في بيته وأهله، وثلثا يهديه لأصحابه، وثلثا يتصدق به على الفقراء والمحتاجين. ومما يجب على الوالد نحو ولده إذا بلغ سن التنين أن يربيه التربية الحسنة ويعوده الأخلاق الفاضلة ويعلمه القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمولود عهدة على والده إذا بلغ سن التنين أن يؤدبه وأن يعلمه أمور دينه وأن يحفظه القرآن وأن يأمره بالصلاة وأن يتعاهد سلوكه وأن يجنبه الأخلاق السيئة وقرن السوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.